موطن العزة، من بغداد تطلع توصل الغزة، أو مثل ما تهزم طحينها بغربيل، ترى هيج الكيان بكبرته انهزة. فلسطين عروبتنا عنوان تصدر قاعة زينت بالكلام المؤثر والخطابات الداعمة والمشجعة والأشعار لمهرجان أقامته كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، معبرين من خلاله عن حبهم ودعمهم وتأييدهم لأبناء الشعب الفلسطيني المقاوم الصبور، بعيدين لكن بأرواحهم هم معهم. هذه الحرب اللي قد تكون عمرها أكثر من 120 عام من أول مؤتمر دعا لتأسيس هذا الكيان، لذلك كان حقيقة لتوجيه من وزارة التعليم العالي في إقامة وقفات وإقامة مهرجانات ومؤتمرات، وكانت كلية العلوم السياسية في جامعة نهران هي واحدة من الكليات اللي بادرت في هذا الموضوع، واليوم كانت حقيقة مجموعة من القصائد والكلمات الحماسية، وفي النهاية أن تكون هناك المزيد من هكذا مهرجانات، ورح يكون أيضا رح يكون تأكيد في متابعة مواقع التواصل في دعم القضية الفلسطينية باعتبار أن المعركة ليست فقط معركة عسكرية وإنما هي معركة فكرية ومعركة إعلامية. فحبينا أساتذة وطلبة نساند أخواننا وأطفالنا ونساءنا بالأحداث اللي دا تصير في غزة، فحولنا إن شاء الله نشاطنا لهذا السنة أنه يكون خاص بالأوضاع الحالية اللي دا تصير في فلسطين، طبعا بمشاركة العديد من الطلبة، شعر، موسيقى والرسم والخط مساندة لهم، لأن ما نقدر نروح نحمل السلاح، فحبينا نتواصل وياهم من خلال العلم ومن خلال الشعر ومن خلال الموسيقى. القائمون على المهرجان بيّنوا حبهم ومؤازرتهم لأبناء الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، آملين أن تعود الحياة لهم كما كانت وأفضل وتحقيق جميع آمالهم. قامت شعبة النشاطات الطلابية في الكلية وقفة ومهرجان تضامني وطني إسلامي لدعم القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة الذين يبادون بعبادات جماعية، لأن هذا الشعب شعب إرادة، شعب الصمود، شعب التحدي، شعب يريد أن يقول للجميع أنه هذه الأرض أرضي وهذا البلد بلدي ولا يمكن أن أتخلى عنه مهما كانت التضحيات، مهما كانت الدماء التي نزفت. طبعا احنا ككادر كلية العلوم السياسية دائما هم سباقين في عمل المهرجانات اللي تؤدي إلى رسائل تحفيزية، رسائل توعوية للطلاب. مهرجان فلسطين عروبتنا يعني مهرجان جدا حساس بالنسبة إنه عبر الأحداث اللي صارت في فلسطين في الآونة الأخيرة، فحبينا إحنا نتضامن وياهم ونعمل يعني نشوف إن هذا أبسط شيء ممكن نقدمه لهم من تقديم شعر، كلمة للعميد وتقديم الدعم المعنوي لهم. اليوم كانت هي فعالية جدا مفيدة وواعية لنقل الفكرة وإيصال الفكرة لبعض الشباب حول هذا المهرجان وإيصال الفكرة حول الشعب الفلسطيني المضطهد للحقيقة، وبالإضافة إلى أن هناك العديد من المعاملات القاسية والمؤدية إلى إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ونحن كشعب عراقي متضامنين مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدي الجمال العراقية، بغداد.